بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئه الى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه الشقيقه وذلك بمناسبه ذكرى اليوم السادس من اكتوبر المجيده كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئه مماثله الى معالي السيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.